إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى آتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين وتابعيه وتابعي تابعيه بإحسان وتقوى إلى يوم الدين. وافعلوا الخير. عنوان الخطبة هو جزء من الآية ما قبل الأخيرة من سورة الحج، وهي الآية 77. قال ربنا عز وجل: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أولا، ربنا أمرنا بفعل الخير، لم يحدد طبيعته ولم يحدد مقداره. إذن نفهم من دلالات هذه الآية أن الخير واسع مداه، فهمم الناس تنتشر في فضاءات الخير بلا حدود، فانتشار الهمم هو الذي يحقق العمار. كل ميسر لما خلق له. من دلالات الآية أنها لم تحدد مقدارا معينا لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا. ثم قال ربنا: لعلكم تفلحون. جعل الفلاح، النجاح، الفوز ثمرة من ثمرات الفعل الخيري. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ثم أن الآية لم تستثني أحدا من الرجال والنساء والصغار والكبار والأغنياء والفقراء، الجميع معني بفعل الخير، ليتدرب الجميع على فعل الخير فينتشروا. فعل الخير يحتاج إلى ضوابط وشروط. منها الضابط الأول هو الاعتراف بنعم الله عز وجل، فكل ما نملكه بين أيدينا فهو من الله. هذا هو المنطلق، هذا هو المبتدأ. ربنا يقول في سورة الحديد في الآية السابعة، يقول: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. آية تختزل جميع المعاني ذات الصلة بأمر النعم والخير. لذلك ربنا ينبئنا ويخبرنا ويذكرنا بأن الله هو صاحب المال، هو المالك الأصلي للأشياء ابتداء وأثناء وانتهاء. ولكن اقتضت حكمة الله أن يملكنا الله بعض المال لبعض الوقت. أعمارنا محدودة، آجالنا محدودة، ولكل أجل كتاب. لذلك ربنا عز وجل قال: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فأنتم معاشر البشر لا تملكون هذه الملكيات على وجه التأبيد، بل على وجه التأقيت. فملكيتكم للأشياء مهما كانت من منقولات وعقارات وحقوق مالية وغيرها من الممتلكات، ملكيتكم لهذه الأشياء هي ملكية استخلاف وملكية إنابة
وملكية التفويض. هذا هو الضابط الأول. والضابط الثاني هو شكر الله، أداء شكر الله، لأن المنعم جل جلاله هو الذي أنعم علينا بهذه النعم، فإذا فعلنا الخير فقد شكرنا الله بلسان الحال قبل لسان المقال، لأن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، فلا يجوز نقلا ولا عقلا أن نرفل في نعيم سابغ وننسى المنعم جل جلاله. وربنا قال وسيجزي الله الشاكرين. الضابط الثالث، لا بد ألا نختزل العمل الخيري في مجال معين. الآية تفتح المجال، ونحن لا يجوز لنا نقلا ولا عقلا أن نختزل الخير في مجال محدد، فلا نضيق واسعا، لا نضيق واسعا. هذا ضابط مهم، فتنتشر همم الناس، هناك من يساعد الفقراء، هناك من يساعد المرضى، هناك من يخدم الأموات في جميع مراحلهم، وهناك من يخدم القرية، وهناك من يبني المساجد، وهناك من يبني المستشفيات، وهناك من يدرس، من يعلم، من يصلح، كل ذلك عمل خيري. فالعمل الخيري إذن لا يجوز أن يختزل في مجال محدد. هذا ضابط آخر، وتأتي الضوابط في الخطبة الثانية إن شاء الله وقدر. أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين. هناك ضابط آخر شرعي، وهو أن العمل الخيري لكي يكون محكماً مضبوطاً نافعاً فاعلاً مبدعاً مبدعاً، لا بد من التخطيط الدقيق، لا بد من الفهم العميق لواقعنا، من فهمنا لاحتياجات مجتمعاتنا، لا بد أن نتعاون جميعاً. إذا تعاون الناس من صغار وكبار ورجال ونساء أولاً قد حققوا مقتضى قوله تعالى في سورة المائدة وتعاونوا على البر والتقوى، ومن جهة أخرى يكون العمل منتشرا، يكون الفعل الخيري منتشرا مستوعبا لجميع الفضاءات ملبيا لجميع الاحتياجات. ثم يأتي الضابط الأخير، وهو أن يكون العمل الخيري لوجه الله تعالى بلا من ولا أذى. فربنا قال في سورة الأنعام في الآية 162، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال ربنا في الآية 110 من سورة الكهف، قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال ربنا في سورة التوبة في الآية 5 بعد 100 الأولى، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. اللهم وفقنا جميعا لفعل الخير، اللهم وفقنا جميعا لفعل الخير، اللهم تقبل منا جميعا فعل الخير، اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة، اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي غزة، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا رب العرش الكريم يا رب العرش العظيم، اللهم احفظ بلادنا الجزائر من كل بلاء ومن كل سوء وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارفع البلاء والحروب والدماء والفتن عن البشرية قاطبة. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا استقيموا رحمكم الله. استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزمراء حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.